لأنك سوري خليك معنا ومارس بحقك الدستوري بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، إن كنت بسوريا ولا خارج سوريا. إذا كنت بالاغتراب توجه لأقرب سفارة بلدك ومارس بحقك الدستوري. سوريا عظيمة بشعبها ومقتربينها. قرار اختيار الرئيس السوري هو قرار خاص بالسوريين فقط. نحن مقتربون خارج القطر، سوف نمارس حقنا الانتخابي، ونحن الوحيدون الذي لنا حق في اختيار رئيسنا. حكناها ونرجع نحكيها، اختيار رئيس سوريا من حق السوريين فقط، وأنا كسوري أكيد رح مارس حقي الانتخابي باختيار رئيس الجمهورية العربية السورية. احنا كمغتربين أكيد رح نمارس حقنا باختيار رئيس سوريا، ومنشجع جميع المواطنين داخل قطر والمغتربين خارجه للتوجه إلى السفارات أو إلى المراكز الانتخابية داخل قطر وممارسة حقهم الانتخابي.